تعتبر من أشهر خدمات الإنترنت اللي موجودة عندنا، هي والله خدمة البحث على الإنترنت، ودي اللي بتوفر لنا معلومات كتيرة جدا عن مواضيع كتيرة جدا، عن أشياء كتيرة جدا ممكن تكون بتبحث عنها ما عندكش خلفية عنها، عايز تزود معلوماتك بخصوصها. من أشهر محركات البحث اللي موجودة حاليا محرك البحث جوجل، قال إن هو لو أنا حبيت أعمل بحث عن معلومة على محرك البحث جوجل، على محرك البحث جوجل هقدر أوصل لملايين من النتائج الخاصة بالموضوع اللي أنا ببحث عنه، والنتائج دي بنسبة 90% هتوصلني للمعلومات اللي أنا محتاج كنت أعرفها. برضك من أشهر خدمات الإنترنت خدمة الويب، اللي هي اختصارها www، واللي هي اختصار لكلمة أو لجملة World Wide Web. دي الوسيلة برضك من الوصول للمعلومات عن طريق المتصفحات بتاعة الإنترنت، إن أنا بكتب العناوين اللي أنا ببحث عنها، اللي هي طبعا موجودة على شبكة World Wide Web. قال لي برضك من الخدمات اللي ممكن أستفيد بيها من خلال الإنترنت، قال لي والله عندي خدمة بنك المعرفة المصري اللي بتوفره لنا الإدارة التعليمية في جمهورية مصر العربية. قال لي والله إن أنا ممكن من خلال بنك المعرفة أوصل لمعلومات كتير، ولحد دلوقتي طبعا المعلومات اللي كانت موجودة جوه بنك المعرفة كانت بخصوص مواد معينة. بنك المعرفة عبارة عن مجموعة من الفيديوهات الخاصة بالمدرسين، الخاصة بالمتخصصين في العلوم، المتخصصين في علم الرياضيات. قال لي كل واحد بيحاول يطرح المعلومات بصورة معينة. طبعا حاليا حصل تقنين لبنك المعرفة بحيث ان هو يبقى اكثر استفادة واكثر تنظيم، وان البيانات والمعلومات اللي موجودة جوه بنك المعرفة تبقى بيانات موثقة. قال لي طبعا بنك المعرفة لما لو حبيت تستفيد من الخدمة عنده هتكتب الـ URL اللي ظاهر قصادنا في الشاشة، اللي هو www.ekb.eg. قال لي من خلال العنوان ده تقدر توصل لبنك المعرفة وتقدر تستفيد من الخدمات اللي بيقدمها لنا بنك المعرفة. قال لي طبعا بنك المعرفة عامل أكتر من نوع من الأكونت، ممكن أكونت لطالب، أكونت لمدرس، أكونت لولي أمر، أكونت لأشخاص حابين يضيفوا فيديوهات بخصوص مواد معينة وهكذا. برضك من أشهر الخدمات زي ما قلنا من شوية خدمة البحث، ودي اللي بحتاجها أغلبية المستخدمين لشبكة الإنترنت. عندي خدمة القوائم البريدية، اللي خدمة القوائم البريدية دي ممكن من خلالها أقدر أوصل رسالة لمجموعة من الأشخاص في نفس اللحظة في نفس الوقت. الرسالة دي بتحول تلقائيا لنفس المشتركين اللي موجودين في القائمة في نفس الوقت. قال لي والله عندي خدمة نقل الملفات اللي اتكلمنا عنها من شوية، اللي هي متعلقة بالبروتوكول FTP اللي هينقل الملفات من الإنترنت وإلى الإنترنت، زي ما قلنا هنعمل داونلود أو هنعمل أبلود. عندي خدمة المجموعات، واللي بتوفر لي إن أنا مجموعة من الأشخاص بيشتركوا في نفس الجروب بيقدروا يتبادلوا الأفكار ويتبادلوا الآراء يتبادلوا الآراء. وطبعا الخدمة دي موجودة في أكتر من تطبيق وأكتر من برنامج وأكتر من موقع دلوقتي، زي خدمة برضك المحادثة شات اللي احنا برضك بنشوفها في أكتر من برنامج بأكتر من طريقة في أكتر من تطبيق. ممكن شات شخص لشخص، ممكن شات مجموعات مع بعضيها لتبادل الآراء والأفكار. قالي برضك عندنا خدمة الوسائط المتعددة زي الفيسبوك والتويتر، واللي احنا بنقول عليها مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا دي برضك مفيدة في تبادل الآراء والأفكار. عندي خدمة التجارة الإلكترونية، ودي اللي ابتدت تنتشر جدا دلوقتي، وبقى في أكتر من موقع بيوفر لي خدمات تجارة إلكترونية من خلالها ممكن أقدر أشتري، ممكن أعرض منتجات للبيع، ممكن أعرض منتجات أو مش أعرض منتجات، ممكن أطلب حاجات معينة أنا عايزها بس مش محتاجها، أعمل إعلان إن أنا محتاج المنتج ده، واللي يقدر يوفر لي المنتج ده ممكن يتواصل معايا عن طريق الإيميل، عن طريق التليفون وهكذا. قال لي برضك عندي خدمة البريد الإلكتروني، ما اللي حاليا كل الخدمات اللي على الإنترنت مش هتقدر تستفيد بيها أو هتقدر توصلها إلا لما يكون عندك خدمة بريد إلكتروني إيميل. وزي ما قلنا من شوية عندنا خدمة الويب اللي هي اختصارها جملة World Wide Web، وهي الوسيلة اللي أنا ممكن من خلالها أقدر أوصل للمواقع للمعلومات خدمات البحث.